MS Academy. اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات، جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل، وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإن شاء الله هذا العام هنضيف يو سي ماث واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبناؤنا طلاب الحضور في مصر، الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبناؤنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين. طبعا النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل، شغالين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء، وحريصين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفتوا كده يا كتاكيت، ان دي بس كده مقدمة بنعرف بيها الاكاديمي، وطبعا في من كتير موجود بالفعل معانا، بس حبيت افكركم ليه بالذات الناس الجديدة. تعالوا بقى مع بعض كده نبدأ نتكلم في موضوع جديد ونشوف ايه اللي هنتكلم فيه في المنهج ان شاء الله. طيب دلوقتي يا شباب بقى، المنهج بتاعنا بيتكلم على ايه؟ اول حاجة المنهج بتاعنا ده بيتكلم عن حاجات انتوا بالفعل واخدينها، اللي هي المادة وتركيبها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي مادة في الدنيا بتتركب من ايه؟ المادة دي اللي هو مثلا الموبايل، الإزازة البلاستيك، باب البيت، أي مادة في الدنيا بتتكون من إيه؟ عبارة عن إيه؟ وكمان بعض التغيرات اللي خاصة بالحاجات دي. تعالوا نبدأ نتكلم في جزء صغير خاص بيها لحد ما إن شاء الله الكتب تنزل. طيب اهو زي ما قلت لكم، النهارده هنتكلم على تركيب الماده. هفكركم كده بحاجه بس في البدايه عشان تبقوا فاهمين انا هتكلم في ايه دلوقتي يا اولاد. دلوقتي لما كنا بتدرس السنه اللي فاتت تركيب جسمك، اللي هو كنت بتقول ايه؟ بتقول ان جسم الانسان بيتركب من مجموعه من الاجهزه، ومجموعة الأجهزة بتتركب من مجموعة من الأعضاء،
وكل جهاز بيكون مجموعة أعضاء، وكل عضو بيتكون من مجموعة أنسجة، وكل نسيج عبارة عن مجموعة خلايا. يعني أنت عندنا هنا بوصل لك إيه، كنا واخدين فكرة إن كل حاجة بتتركب من حاجات أصغر منها، زي جسمك بالظبط، من أجهزة لأعضاء أصغر فأصغر. بدأنا نخش في الأنسجة، في الخلايا اللي بدأت تدرس أنواعها السنة اللي فاتت، اللي هي الخلايا الحيوانية والنباتية. طب أنا دلوقتي بقى بتكلم على مادة، مادة مش كائن حي، أنا بتكلم مثلا على مادة زي حتة خشبة معايا. المادة دي بتتكون من إيه؟ أكيد برضو مش من أجهزة وأعضاء لأنها مش كائن حي. إنما أي مادة بتتركب من حاجة تانية اسمها الجزيئات. تاني، وانت خدت المعلومة دي قبل كده لما كنت في الصف الخامس. أي مادة في الدنيا بتتركب من حاجات أو جسيمات أصغر منها اسمها الجزيئات، والجزيئات دي بتتركب من حاجة أصغر كمان اسمها الذرات. يعني زي بالظبط كده لما بقول لك الجهاز بيتكون من مجموعة أعضاء، والأعضاء بتتكون من مجموعة أنسجة، هي نفس الفكرة. لو مسكت أي مادة وليكن قطعة حديد، قطعة خشب، قطعة بلاستيك، أي مادة في الدنيا هلاقيها بتتكون من حاجة أصغر منها اسمها جزيئات، مفردها جزيء، يبقى المادة بتتكون من جزيئات، والجزيئات دي بتتكون من حاجة أصغر خالص اسمها إيه؟ ذرات. إحنا بقى النهاردة عايزين نبدأ نتكلم شوية على الجزيئات دي يا شباب، نبدأ نعرف الجزيئات دي تقريبا عاملة إزاي، بعض من خواصها والكلام ده. كلام إن شاء الله سهل جدا وهنتكلم عليه. طيب أفكرك هنا بقى بحاجة أنت بالفعل خدتها في السنين اللي فاتت لدرجة إنك تلاقيك زهقت منها وحفظتها. إيه هي؟ إن أنت عندك كنت بتاخد كده إن أي مادة موجودة في حالة من التلاتة، يا إما الحالة الصلبة أو الحالة السائلة أو الحالة الغازية. طيب دلوقتي أنا عايزة أوصل لك بقى إيه؟ إحنا دلوقتي لما بيكون قدامك المادة بتبقى شايف اللي قدامك دي اسمها الحالة الفيزيائية. يعني إيه الحالة الفيزيائية؟ يعني المادة صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ لما أقول لك الحالة الفيزيائية يعني تقولي المادة صلبة ولا سائلة ولا غازية. طيب تعالى كده نبدأ نبص بقى على الرسومات اللي قدامك دي. الكرات أو الدوائر الصغيرة اللي قدامكم دي يا شباب بتمثل لك الجزيئات اللي بتتكون منها أي مادة. إحنا لسه بنقول إن أي مادة بتتكون من إيه؟ أي مادة قلنا بتتكون من جزيئات. طب تعالوا نبدأ بقى نشوف، شايفين الكرات دي كلها جزيئات، ودي برضو جزيئات، ودي برضو جزيئات. بس هتبدأ تاخد بالك هنا إن في اختلافات بين الجزيئات دي باختلاف الحالة الفيزيائية. ها مين يرفع إيده ويقول لي إيه هو الاختلاف اللي شايفه؟ اتفضل يا أدهم. إن الغازية غازية يعني متفككة كتير، يعني بتتحرك كتير. تمام سائلة لازقة في بعضيها بس مش قوي، تمام الصلبة متكتلة مع بعضها. برافو عليك يا ادهم، ملاحظاتك سليمة. تعالى بس نظبط شوية المسميات اللي قلتها، بس برافو عليك، ممتاز. طيب تعالوا بقى يا شباب كده نتأكد فعلا اللي قاله ادهم. قال ايه؟ قال انه واخد باله ان الجزيئات وهي في الحالة الغازية متباعدة عن بعضها، انما في الحالة السائلة لا، متقاربة اكتر من الجزيئات الحالة الغازية، وان جزيئات الحالة الصلبة متقاربة اكتر واكتر. طب دلوقتي التقارب او التباعد ده بيسبب بعض الخواص لكل مادة منهم. تعالوا نبدأ نشوف ايه. اول حاجة الجزيئات، نبدأ بالحالة الصلبة. جزيئات الحالة الصلبة زي ما انت شايف كده كلها مترصة كده جنب بعضها ومتقاربة جدا من بعضها. طيب معنى انها تكون متقاربة من بعضها ليها دلالة معينة زي ايه؟ بس الأول هديك تشبيه عشان تتخيل اللي انا هقولك عليه. دلوقتي يا شباب لما انت تخيل مثلا مسكت منكم خمسة وحطيتهم مثلا قاعدين جنب بعض في كنبة واحدة، يعني تخيل جبت كنبة
وقعدت فيها 5 منكم، يعني ايه؟ معناه ان انتوا هتبقوا قاعدين مزنوقين، المكان ايه ضيق. طب وانتوا قاعدين، تخيلوا كده وانتوا قاعدين انتوا الخمسة والمكان ضيق، تفتكر حد فيكم هيعرف يتحرك بسهولة؟ لا، انت هتبقى قاعد مزنوق، مش عارف تتحرك، مش عارف تجي يمين براحتك ولا تتحرك شمال براحتك، مش عارف تقوم من مكانك، لان انتوا ايه زي ما بنقول كده ايه محشورين جنب بعض في الكنبة. هو نفس التشبيه كده بالظبط، الجزيئات في الحالة الصلبة هنا بتكون متقاربة جدا من بعضها، فبالتالي حركة الجزيئات بتكون محدودة، الجزيئات ما عندهاش قدرة كبيرة انها تتحرك. ليه؟ لانهم متقاربين من بعض، زي ما انت وبالظبط متقارب قوي كده من صحابك اللي كانوا قاعدين في الكنبة معاك، ما فيش مكان تتحرك فيه اصلا، يعني هتجيب منين مكان تتحرك فيه؟ ما كلكم ملزقين في بعض. طب ده ليه دلالات معينة؟ اه، يبقى انا خد بالك، اول حاجة ان انا بقول لك كده ان جزيئات الحالة الصلبة متقاربة من بعضها او متماسكة، فده معناها ان المادة دي بتكون متينة، قوية. زي ايه مثلا؟ تعالى اديك حتة خشبة، هل جزيئات مثلا الجزيئات اللي موجودة في قطعة الخشب سهل انها تتحرك؟ لا. طب اديك تشبيه اكتر، لو اديتك قطعة الحديد، مش الحديد ده مادة صلبة؟ هل هتعرف تكسرها بسهولة؟ لا، مش هعرف اكسرها بسهولة. ليه؟ عشان الجزيئات اللي موجودة في المادة الصلبة دي يا شباب بتكون متماسكة، قوية، ماسكين في بعض قوي بشكل كبير. ده غير كمان زي ما اتفقنا ايه، حركتها محدودة، عشان كده المادة الصلبة دي ملهاش قدرة كبيرة على الحركة. طيب تعالوا نتكلم على المادة السائلة، هتاخد بالك ان المادة السائلة الجزيئات هي متقاربة بس مش زي الحالة الصلبة، لا هي هنا ايه متباعدة شوية كده عن بعضها، يعني المادة السائلة دي وسط، لا هي متقاربة قوي زي المادة الصلبة ولا هي متباعدة زي المادة الغازية. طيب الشات عندك يا سنة أولى، لو في حاجة مهمة جدا حد عايز يقولها يعني، بس كده كده احنا ان شاء الله هفتح لكم المايكات ونتناقش واسمع اسئلتكم في اخر الحصة، عايزاكم بس تركزوا معايا دلوقتي. طيب المادة السائلة زي ما كنا لسه بنتكلم ان الجزيئات بتاعتها متباعدة قليلا. طب متباعدة شوية دي معناها ايه؟ معناها ان الجزيئات دلوقتي هيكون ليها قدرة اكبر على الحركة، يعني هي بقى مش متكتفة كده زي جزيئات المادة الصلبة، لا هي تقدر تتحرك شوية أكتر من المادة الصلبة. طب معنى كمان إنها متباعدة قليلا، ده معناه إن الجزيئات مش متماسكة في بعضها بشكل كبير، وده يدينا إشارة إن المادة السائلة مش قوية زي المادة الصلبة. وده فعلا، هو أنا لما أجي أقارن لك مثلا المية وهي سائلة زي المية وهي تلج، ركز كده، معاك ميه سائل بعد كده هتحولها لماده صلبه اللي هي تلج، هتلاقي مين اقوى فيهم؟ مين متماسك؟ طبعا التلج. عشان ايه بقى؟ عشان جزيئات الماده الصلبه بتكون متقاربه ومتماسكه ببعضها بشكل كبير، انما وهي سائله لا، قوه التماسك الموجوده بينهم ضعيفه، عشان كده بيبقى سهل. الصوت ضعيف. طب ثواني كده، ثانية كده وألغي لكم الصوت وتقولي لي. طب كده سامعني أحسن؟ هما زمايلك بيقولوا على فكرة يا مريم إن هما سامعيني كويس، ممكن يكون من عندك أنت بس، بس أكدي بقى عليا دلوقتي إن سامعاني كويس ولا لأ؟ أوكي تمام، يلا نكمل يا شباب. طيب طيب كمان بنقول هنا بقى لما بنيجي نقارن جزيئات المادة الغازية، لا ركز بقى ده كل جزيء في حتة لوحده، كل واحد متباعد عن التاني، يعني في حاجة، هل في تفتكر يعني هل الجزيء ده في حاجة ماسكاه انه ما يتحركش؟
لا هو بالفعل يقدر يتحرك براحته، لان مفيش حاجة ماسكاه، ده كل واحد في حتة لوحده اهو. فهنا بنقول ان جزيئات المادة الغازية متباعدة عن بعضها، اكتر جزيئات متباعدة. طيب طالما هي متباعدة يعني هي تقدر تتحرك براحتها. يعني ايه تقدر تتحرك براحتها؟ يعني المادة الغازية هنا كنا بنقول جملة ايه، ان لها القدرة على الانتشار. يعني ايه لها قدرة على الانتشار؟ يعني دلوقتي هو الهواء ده يا شباب، الهواء مش ده مادة غازية؟ هل الهواء ده بيبقى موجود في مكان معين؟ لا، الهواء ده بيقدر يبقى يكون موجود في كل مكان. لو فتحت الشباك هيدخل، لو فتحت علبة هيدخل، يعني بيتحرك في أي مكان هو عايزه. طب بيقدر ينتشر ويدخل أي مكان ليه؟ لأن هو حر الحركة، حر الحركة، لأن جزيئاته يعني مش مقيدة، جزيئاته تقدر تتحرك بالشكل اللي هي عايزاه. طيب كمان بنقول إن الجزيئات لما تكون متباعدة عن بعضها بالشكل ده، هو قوة التماسك هنا هتكون ضعيفة جدا، لأن مفيش جزيء ماسك بعضه ماسك الجزيء اللي جنبه، قوة التماسك ضعيفة جدا. طب معنى ايه بقى ان قوة التماسك دي ضعيفة جدا؟ معناها ان المادة الغازية دي مش متماسكة خالص. هو ركز كده، هو الهواء بيتكسر يا شباب؟ لا، هو بيتمسك اساسا؟ لا، ده من كتر ما هو حاجة ضعيفة جدا. فبالتالي تعالى كده نقارن بين 3 حالات لنفس المادة اللي هي المية. تعالى اديك تلج واديك مية اللي هي سائلة، وبخار المية اللي هو الغاز. مين أكتر مادة فيهم متماسكة؟ المادة الصلبة. ليه؟ لو سألتك ليه يبقى تقولي عشان جزيئاتها، الجزيئات المادة الصلبة متماسكة ومتقاربة. طيب مين المادة الأقل حاجة في التماسك؟ طبعا المادة الغازية. طيب المادة اللي هي التماسك بتاعها متوسط، لا متماسكة قوي ولا ضعيفة قوي، يبقى دي المادة السائلة. لما أجي أسألك سؤال مثلا تطبيق على الجملة اللي أنا قلتها لك دي، وأقول لك إيه، يصعب كسر قطعة حديد بينما يسهل تقسيم كمية من الماء في عدة أكواب. يعني إيه السؤال ده؟ يعني أنا دلوقتي لو اديتك حتة حديد صعب تكسرها، بس لو اديتك ازازة مية تقدر تقسم المية دي على كذا كوباية. يعني ايه؟ نمسك حتة حتة. ليه صعب اكسر حتة الحديد؟ ها قولي يا ليان انت شايفة ايه؟ عشتيني يا اختلاف لولو. قوة الترابط بين كلا بين كلا لا انا دلوقتي بتكلم على حتة الحديد، ليه صعب تكسري حتة الحديد؟ قولي صح. بسبب قوة الترابط. تمام، لأن قوة الترابط أو التماسك بين جزيئات المادة الصلبة مالها؟ طيب طيب قوية. برافو عليكي يا لولو، مامي، برافو عليكي. يبقى زي ما زميلتكو قالت، لأن قوة التماسك بين جزيئات المادة الصلبة قوية. طيب تعالوا نشوف حد تاني، اللي هو أسأله ليه سهل أقسم. تعالى يا عبد الله. لأن جزيئاتها ليست متماسكة جدا ولا متباعدة جدا. ممكن نقول لأن التماسك ضعيف، هو مش ضعيف قوي يعني ضعيف شوية، صح كده؟ أيوة، لأن يوجد مسافة قليلة بين كل جزيئتين. لا بص بص، اتكلم أحسن على قوة التماسك. يعني لما أقول لك ليه سهل أقسم الماء، قولي لأن قوة التماسك بين جزيئات المادة السائلة، وكمل اللي أنت عايز تقوله بقى. لأن يوجد مسافات قصيرة بين جزيئات يعني المادة السائلة. تمام، ومنها قوة التماسك ضعيفة ولا قوية؟ ضعيفة. ضعيفة. برافو برافو، ممتاز. طيب شطورين يا سنة أولى.
تعالوا هنا بقى نتكلم في تجربة مهمة جدا، عايزة أوصلها أوصل لكم منها حاجة معينة. طيب خلاص يا شباب، ركزوا بقى دلوقتي وبعدين نشوف باقي الأسئلة. اللي قدامكم دي تجربة كده بسيطة، عايزاكم تتعلموا منها حاجة معينة. إيه هي دي بقى؟ اللي قدامكم ده يا شباب ده اللي هو المخبار أو البيكر، اللي هو حاجة زي كأس سوجاكي كده بيتم استخدامه في المعمل. طيب ما عليه. الكأس ده عبارة عن إن أنا جبت فيه مية وهحط فيه مادة مش مهم اسمها، المادة دي اسمها برمنجانات البوتاسيوم، ما علينا من اسمها. المادة دي عاملة بالظبط كده يا ولاد زي الصبغة، يعني عاملة زي ألوان الطعام. مش انتوا أوقات بتلعبوا بألوان الطعام؟ وأنا بالفعل كنت خليت الناس اللي معايا في الأكاديمي يعني كانوا عاملين التجربة دي لما كانوا في الصف الخامس، الناس اللي طالعين من الصف الخامس عملوا التجربة دي قبل كده. تعالوا نتكلم أكتر. مالها مادة البرمنجانات البوتاسيوم دي؟ المادة دي يا شباب كده زي ألوان الطعام. طيب إيه اللي حصل في التجربة دي؟ إن أنا عندي الكأس الزجاجي اللي قدامكم ده وفيه مية، والمية دي أنا حطيت فيها شوية من مادة برمنجانات البوتاسيوم، هي مادة سائلة كده عاملة زي لون الطعام أو الصبغة كده. بعد كام ثانية فجأة لقيت المادة، يعني المادة أنا منزلها نقط لأنها مادة سائلة، ما لقيتش النقط زي ما هي زي ما أنا حطيتها كده، لقيتها عملت بالشكل ده. طب أنا عايزة أبدأ أفهم إيه اللي حصل. وعلى فكرة أنتوا تقدروا تعملوا التجربة دي بمنتهى السهولة دلوقتي حتى حالا، لو دخلت جبت كوباية مية وحطيت كام نقطة كده لون من ألوان الطعام أو أي مادة ليها لون، مش لازم ألوان طعام، أي مادة ليها لون هتبدأ تشوف إيه اللي بيحصل. حتى لو حطيت شوية لبن، هديك تشبيه تجربه دلوقتي. اللي حصل هنا يا ولاد إن المادة اللي هي اللون بتاع البرمنجانات دي اللي هي لونها بنفسجي ما بقاش مجرد قطرات موجودة في المية. أمال حصل إيه؟ ده بقى منتشر، ركز كده، انتشر في كل المية. حتى انت لو سبت المية دي كام ثانية كده كمان هتلاقي المية كلها اتلونت باللون البنفسجي بتاع البرمنجانات البوتاسيوم. هديك تشبيه اسهل وانت بتشوف. لما بتيجي تعمل شاي بلبن، اكيد انت اعتقد انتوا بتحبوا الشاي باللبن، لما بتبقى عامل في البداية كده كوباية شاي وبعد كده تيجي تحط انت فيها شوية اللبن، اللبن لونه ابيض والشاي لونه ايه؟ يبقى لونه اسود كده شويه. لما بتبدأ تحط اللبن، هل اللبن بيقف كده على سطح الكوبايه ويفضل موجود؟ لا، انت بتلاقي اللبن لونه انتشر في الكوبايه كله، صح؟ اللي اسمه داوود، كلامك اللي كاتبه في الشات صح، بس انا دلوقتي بتكلم على الحاله، ماليش دعوه بتأثير درجه الحراره، لسه هشوف الموضوع ده كمان شويه. طيب اللي حصل ده معناه ايه بقى؟ معناه ان مادة البرمنجانات البوتاسيوم دي او اللبن اللي انا حطيته في الشاي ليه قدرة على الحركة. او ما تستغربوش الكلام ده. طب ثواني، هي مش مادة البرمنجانات دي مادة زي اي مادة؟ اه. طب واي مادة اتفقنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزيئات. يعني أنا دلوقتي عايزة أقولك أو أفهم إن الجزيئات في حالة حركة. آه بالظبط، ده اللي عايزين نوصله. ومش بس ده في حالة حركة كده لحظية، لأ دي في حالة حركة مستمرة، يعني جزيئات أي مادة ليها قدرة على الحركة، بس طبعا الحركة دي بتختلف من مادة لمادة تانية حسب الحالة بتاعتها. هنتكلم لسه في الموضوع ده، أنا بس دلوقتي بتتكلم في إن جزيئات المادة ليها قدرة على الحركة. تعالى أديك تشبيهات في حياتك نضحك منها شوية وكمان هتتأكد فعلا من الموضوع ده. هقول لكم تجربة صغيرة كده يا ولاد. دلوقتي تخيل إن أنا إديتك إزازة برفيوم، إزازة فيها عطر. طيب إزازة العطر دي أنا هخليك تفتح الغطا بتاعها، يعني أنت هتفتح الغطا ومش هترش ولا حاجة، انت يا دوب بس هتفتح الغطا بتاع العلبة دي وهتسيبها في الأوضة.
واخرج خالص من الأوضة واقفل الباب وارجع كده بعد حوالي ربع ساعة، هتلاحظ حاجة. حاضر، هقول تاني. دلوقتي معاكي إزازة عطر، هتفتحي الغطا بتاع الإزازة دي وهتسيبيها، حطيها كده على الترابيزة، ما رشتيش ولا عملتي أي حاجة، أنت بس فتحتي غطا الإزازة، وهتخرجي من الأوضة وتقفلي الباب وترجعي بعد ربع ساعة. هتلاحظ حاجة أول ما تفتحي الباب، إيه هي؟ إنك أول ما تفتحي الباب كده هتشم ريحة البرفيوم في كل الأوضة. طب إزاي بقى؟ إزاي الكلام ده؟ مع إن العطر جوه الإزازة، هو أنت خرجته بره؟ لا، أنا مرشتش، إحنا فتحنا بس إيه؟ فتحنا بس الغطا. طب أنا ليه شامم البرفيوم في كل الأوضة؟ الفكرة هنا بقى، ده تأكيدا على إن الجزيئات بتقدر تتحرك، حتى الجزيئات بتقدر تتحرك، ليها قدرة على الحركة، بدليل إن المادة العطر كان جوه الإزازة وإنت شامه بره، يعني إنت شامه في الهواء بتاع الغرفة، فده معناه إن جزيئات العطر قدرت إنها تخرج من الإزازة لبره في الغرفة، عشان كده إنت بتشمها. مثلا موقف تاني، لما مثلا ماما تكون عاملة أكلة حلوة كده مثلا وتيجي تدخل من البيت، إنت مش لازم تدخل للمطبخ عشان تشم الريحة. انت من اول ما بتفتح باب الشقه كده بتبقى شامم، تقول يا ماما انت عامله محشي النهارده، يا ماما مش عارفه، انت بتبقى شامم ريحه الاكل في البيت. طب ازاي الاكل جوه الحل على البوتاجاز اللي في المطبخ؟ ايه اللي جاب ريحه الاكل في الاوضه اللي جا التانيه، ولا ايه اللي جابها هنا؟ يبقى ده معناه ان برضو الرائحه بتاعت اي ماده ليها قدره على الحركه وانها تنتشر. ده أهو كمان إثبات تاني على إن فعلا المادة بتقدر تتحرك. طيب، حتى لو حصل مثلا، تخيل لو حصل تسريب في الغاز، يعني واحد كده من إخواتك الصغيرين دخل كده المطبخ ومحدش موجود، وراح فتح فتح البوتاجاز وبدأ الغاز إنه يطلع لبره. طب انت مش هتبقى شامم ريحة الغاز؟ لا، انا ببقى شامم. طب عرفت منين؟ مع ان الغاز جوه المواسير، ايه اللي خلاك تشم الغاز بره؟ ده معناه ان جزيئات الغاز ليها قدرة على الحركة وانها انتشرت وتحركت في ارجاء المنزل، عشان كده انا خدت بالي وشمتها. يبقى كل بالظبط يا هنا، يبقى كل الامثلة اللي انا اديتها لكم دي نتيجتها حاجة واحدة، استنتجنا حاجة واحدة، إن الجزيئات ليها قدرة على الحركة، الجزيئات بتقدر إنها تتحرك. تعالوا كده نبدأ نشوف بتتحرك إزاي. ركز كده، دي صورة كده بتوضح لك الجزيئات بتتحرك إزاي. أنا مش فاهمة الصورة دي عايزة توصل لك إيه. عايزة توصل لك يا شباب إن جزيئات المادة لما بتتحرك بتتحرك بشكل عشوائي، يعني ما بتبقاش بتتحرك كده في خط مستقيم، لا، هي بتتحرك في جميع الاتجاهات، يعني ده جزيء تلاقيه كده وكده وكده وكده، وطلع ونزل وراح يمين وطلع شمال وراح شمال شرق ومش عارف، تلاقيه عمال يلعب في كل الاتجاهات. يعني احنا دلوقتي المعلومة بكل اللي احنا قلناها دلوقتي ايه بقى؟ اي مادة بتتكون من حاجات اصغر اسمها جزيئات. عرفت ان الجزيئات دي بتكون متماسكة جدا في لو المادة دي صلبة، متماسكة ضعيف لو المادة سائلة، متماسكة ضعيف جدا جدا لو المادة دي غازية. وكمان عرفت إن جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة، والحركة دي بتكون في جميع الاتجاهات، يعني حركة عشوائية كده في كل اتجاه. طيب تعالوا نتكلم في موضوع أكتر وزمايلكم بالفعل عارفينه وعمالين يكتبوه في الشات، ايه هي بقى؟ ان حركة الجزيئات دي يا شباب مرتبطة او معتمدة شوية على درجة الحرارة. تعالوا نتكلم بقى في الموضوع ده براحتنا شوية. طيب هنتكلم الاول بس كده على تأثير درجة الحرارة على المواد، وبعد كده نبدأ نشوف ده هيأثر ازاي على حركة كل جزيء.
لا يا هنا، انا قصدي ان الغاز بينتشر في جميع الاتجاهات. يعني انت مثلا الغاز اللي حصل له تسريب ده، هل هتشوفيه مثلا في المطبخ في الجزء اللي جنب التلاجة بس؟ لا. طب هل مثلا ريحة الاكل اللي ماما عاملاه هيبقى موجود يعني مثلا جنب في الحتة اللي فيها التلفزيون بس في البيت؟ برضو لا، هو بيبقى منتشر في البيت كله، منتشر في جميع الاتجاهات مش في اتجاه معين، يعني بيبقى منتشر في كل المكان يعني. طيب تعالوا نتكلم بقى يا شباب زي ما قلنا ايه على تأثير درجات الحرارة. دلوقتي انت دارس طبعا الموضوع ده وبيوردي لك هنا تأثير درجات الحرارة. طيب نبدأ كده بالمادة الصلبة، وليكن زي التلج اللي قدامك ده، هنا عامل لك ان ده اهو ده بارد، بارد يعني درجة حرارته منخفضة. طيب المية لما بتكون في الحالة الصلبة اللي هي التلج، ناخد بالنا طبعا، ركز كده، الجزيئات اهي متقاربة من بعضها. طيب فده معناها ان لسه قايلين ان حركة الجزيئات في المادة الصلبة حركة محدودة لان هما متقاربين من بعض. طيب لما تيجي المادة الصلبة هنا تتحرك، هل هتتحرك بحرية؟ يعني هل هتعمل زي مادة البرمنجانات أو زي لون الطعام أو زي اللبن اللي أنا حطيته في الشاي؟ لا. بس يا ميسي انتي قلتي جملة إن المادة في حالة حركة، أي مادة أي مادة، بس بقى هنا درجة الحركة بتختلف. طب المادة الصلبة هنا جزيئاتها تتحرك ازاي؟ حركتها يا شباب بتكون محدودة، حركة جزيئات المادة الصلبة حركة محدودة، بنقول عليها حركة اهتزازية. يعني ايه حركة اهتزازية؟ يعني يا دوب كده بس تتهز وهي في مكانها، الجزيئات بتاعت المادة الصلبة يا دوب بس بتهتز وهي في ايه؟ في مكانها، عشان هي احنا قلنا اي مادة ليها حركة. طب هي بتتحرك؟ اه، بس بتتحرك في مكانها، يعني يا دوب بس كده ايه بتهتز. جرب كده مثلا تخبط على اي مادة صلبة قدامك، يعني اخبط بايدك كده على الترابيزة، هتحس ان في حاجة بتتهز. يا عم اخبط ايدك انت شخصيا، هتحس ان في حاجة بتتهز. يبقى المادة الصلبة حركتها اهتزازية محدودة، يا دوب بس بتتحرك ضعيف كده. السبب، السبب هي زي ما قلنا ان قوة التماسك اللي بينهم كبيرة، فكل واحد متكتف، الجزيء مش هيعرف يتحرك، فبالتالي الحركة محدودة. لو احنا زودنا درجة الحرارة، عملنا عملية تسخين يعني، ساعتها المادة الصلبة هتتحول لمادة سائلة. حد فاكر اسم العملية اللي حصلت هنا يا شباب؟ لما المادة بتزيد درجة حرارتها وتتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، بنقول حصل لها ايه؟ هختار حد، قولي يا ميرنا، عارفة اللي حصل ده اسمه ايه؟ ميرنا افتحي المايك. طب افتح انت يا آدم. بتكون بتعمل عملية الانصهار. برافو، برافو عليك، فعلا تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة اسمها عملية الانصهار. طيب تعالوا نشوف بقى لما المادة تحولت من حالة صلبة لحالة سائلة، عينك كده على شكل الجزيئات، هتاخد بالك ايه؟ ان الجزيئات هنا كانت متقاربة جدا وفي الحالة الصلبة دلوقتي تباعدت شوية عن بعضها. طب طالما تباعدت يعني تقدر تتحرك اكتر، اه تقدر تتحرك اكتر من المادة الصلبة، فاحنا هنا بنقول ان المادة السائلة حركتها يعني اكثر حركة من جزيئات المادة الصلبة. ليه؟ عشان قوة التماسك اللي بين جزيئات المادة السائلة اضعف، هنا كانوا ماسكين في بعض بشكل قوي جدا، انما هنا لا، هنا ماسكين في بعض بشكل ضعيف يعني اضعف من هنا، فبالتالي يقدروا يتحركوا بشكل أكبر.
يا ولاد لما اللينك يقفل هندخل عليه مرة تانية، نفس اللينك اللي تم إرساله لكم للجروب هتدخلوا عليه تاني لما يقفل، وقدامه كام ثانية يعني. طيب وعايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة، تركز وأنا بسأل، أنا بسأل على قوة التماسك ولا بسأل على الحركة؟ يعني أنا هنا لو جيت على المادة السائلة هتقولي إن قوة التماسك أضعف من المادة الصلبة، بس لو جيت سألتك على حركة الجزيئات لا، هتقولي إن حركة جزيئات المادة السائلة أكبر من حركة جزيئات المادة الصلبة، فتركز كويس قوي أنا بسأل على إيه. طيب يبقى أنت تاخد بالك إن أنا لما زودت درجة الحرارة هنا عملت